انت بترشح مين يعني بوجهتك كده وجهة نظرك، شايف افضل مين يتولي في المرحلة الجاية؟ يعني طبعا هو الافضل اللي عنده دراية بفريق الزمالك، يعني كان جريستيان جروس خلاص سمعنا ان هو مش هي خلاص هو اعلى جيزوالدو فيريرا، وان كان اغلب اللعيبة اتغيرت من اللي ما كانت موجودة مع جيزوالدو، ولكن يعلم كل كبيرة وصغيرة عن النادي ومجلس ادارة النادي وجمهور النادي، وبرضه اللعيبة اللي موجودة من القديم زي جنش مثلا وطارق حامد هيقدروا يساعدوه للوصول لحاجات كتير، غير لما تجيب واحد لا يعلم اي شيء وتقول له تعالى انت هتلعب قبل نهائي بطوله افريقيا. توجه صح المجلس الاداره انه يفكر في كان حد متولي المسؤوليه حقيقة. وكان عنده حظوظ يعني حقيقة. انا شايف ان هو يعني توجه صحيح. بس عايز عندي تعليق بس عشان احنا طلعنا بره الكلام، عندي تعليق موضوع باتريس كارترون لما قال انا شفت وشفت وشفت وشفت. طب ما انت كنت تعلم الكلام ده قبل ما تتولى اداره نادي الزمالك فنيا، ليه ما قلتش من الاول انا مش جاي؟ لا بص يعني خليني اقول لك بقى، هي لغه الاحتراف يعني بشكل او باخر هو احترف. انا على هو على فكره مش على فكره يعني. له ما له وعليه ما عليه، وبرضه بقول ان الراجل ده كان عمل حاجات كويسه، ولكن انا بس كان استوقفني الحديث بتاعه لما قال ان في مشاكل كذا وكذا. انت عارف المشاكل دي قبل ما تيجي، كنت المفروض تقول لا من هو لا هو. خلينا هضيف للبيت شعري يعني عشان نخش بس للمقصد في سؤالي الاساسي، انت في اخر تصريحاتك مع مجلس الاداره ما طلعتش قلت اي حاجه بالظبط يعني تنم عندك مشكله معاه. لكن خلينا نروح بقى للموضوع.